انا خدت الضربة بجد. خلاص من اقرب ناس في حياتي. خلاص ربنا يا عم خلاص والله مش طبعا خلاص والله ما تضايقنيش. ما تغباش بقى يا عم خلاص ما تضايقنيش. حبايب قلبي عاملين ايه؟ رجعت لكم في فيديو جديد، بس فيديو النهارده بقى مختلف، لا ابراج ولا غيره، عامل مقلب في اخونا ده. دلوقتي يا جماعه ده صاحبي تمام بيسو، هو مرتبط تمام، وانا ناوي ان شاء الله ابوظ العلاقه بينه وبين حبيبته. دلوقتي انا هبعت لها تمام من رقم تمام من ارقامي البرايفت تمام، واخش اقول لها ان انا محمد رضا بتاع الابراج، سواء كانت تعرفني او ما تعرفنيش، المهم اقول لها ان انا معجب بيكي وعايز اكلمك قدام الاخ ده عشان اوريه ان مفيش بنت بتقف قصادي. مفيش الكلام ده، هتتفرج البنت بتحبني بتحبك. اه يا ابني ماشي هنشوف. خلاص دلوقتي هكلمها قدامه وهخلي الشات قدامكم، هيظهر لكم هنا بسكرين فيديو تمام من اوله لاخره، ومش هغير ولا العب فيه في اي حاجه. يا ابني مش هجيب معاك ايه يا عم، انا هوريك بقى يا عم. دلوقتي انا هخش ابعت لها، انت مصمم وهتشوف. هخش ابعت لها بقى نكتب لها ايه؟ اهلا ابني مش هجيب معاك ايجابي. اخبارك ايه يا حبيبي؟ ايه ايجابي هو حمل؟ اصبر يا بابا. اهلا اخبارك ايه؟ وعلامة استفهام. ماشي اما نشوف. انا مش هترد عليك اصلا. لا 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 ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه ده بقى يا عم؟ في ايه يا عم؟ انت نسيتني ولا ايه؟ ماشي يا عم ما نشوف بقى هتقول ايه. مش هترد عليك اصلا يا عم. ما تقولش كده يا عم، هتشوف يا حبيبي. انت في انت كام يا حق؟ انا بس استفهام برضو. مش ماشي ماشي ماشي, ماشي. امين بقى طيب تكسبني. ماشي يا عم ما نشوف اخبارك. لا بس ردت بسرعه اكيد طبعا مستنياني ان ابعت لها. ايوه سهل. انت تقول لي انا اوريك دلوقتي هتعمل لك احلى بلوك دلوقتي تراهن. هتشوف مين والله. انا صاحبك بقى ولا اخش على دخله تانية؟ لا مثلا انا محمد رضا. أو انا محمد رضا طبعا. في شريون واحد محمد رضا. هتقول لك اكيد مين محمد رضا يعني. لا 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 يا ابني غني عن التعريف. هتعمل لك بلوك انا غني عن التعريف. يقطع زمان فينك؟ يقطع زمان فين المبدا؟ فين يا اسطى السلكات؟ فين محمد رضا يعني؟ مش عارف احدد اسمه. انا صاحب بيسو ومعجب بيك. خلينا بقى ايه نسخن الموضوع شويه. بيك مش بيك انت كاتبها بيك 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 عادي. ماشي لازم بيكي. ايه بيكي دي يعني؟ ما عادي كله قشطه. ايه زي شفتش يو. ماشي انا عارف ايه هتعمل لك بلوك. يلا يا بنتي اعملي بلوك خلصي. طب بقول لك ايه، استنى بقى انا اقول لها حاجه حلوه. بتاع الابراج تيك توك لو متابعه. مين محمد رضا بتاع الابراج ده؟ ما سمعتش عنه قبل كده. صاحب بيسو. ايوه هتعمل صاحب بيسو. معجب بيا كمان. ايوه حط ايموشا بقى فاهم. حط ايموشا جميل بقى ولزوز كده. هاي بتاع الابراج في التيك توك لو متابع. ايه ده بجد؟ وقعت وقعت. لا 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 ما لحقتش ما لحقتش ما لحقتش ما لحقتش ما لحقتش. ايوه مش بسهولة. ايوه ممكن تكون مش مصدق ان انا بكلمها. مش بسهولة. ايوه ابعت لها ريكورد بصوتي عشان تصدق يعني ولا ايه؟ روحتي فين؟ هي هتعمل لك بلوك. اغمى عليها اغمى عليها يا ابني من الصدمة. لا هي هتعمل لك بلوك اصلا. اغمى عليها من الصدمة على فكرة. اغمى عليها من الصدمة. هي هتعمل لك بلوك اصلا. اما نشوف. طب لحظة طيب انت بجد بتاع الابراج؟ تعال افقد اخوك. هو بس ايدك يا عم، هو ايدك والله. انا اسجل لك ريكورد. ايه هضربك والله والله هضربك.
والله بابا هات سك. طيب زبتي. طيب اهو انا بعت لك ريكورد بصوتي اهو. طبعا انت المفروض اكيد عارفه صوتي لو انت متابعيني. ها هو صوتي بيتغير في الريكورد شويه فاهم، بس اكيد هيبقى واضح يعني. يا بتاع زمان هعرفك والله هعرفك يا عم والله هعرفك. فين يا استاذ سركان؟ خلاص بقى عشان ما اغرقكش. تعالى ايه ده؟ هات الطفايه فاير فاير. انا مالك بلوس تعالى لوك ايه هتشوف؟ انا خطوبه النهارده. اقعد ساكت بقى يا عم. تكتب اوف انت معاك وعارفه صوتك طبعا يا اسطى. يا عم في عادي يا عم في ايه؟ يا لهوي يما. بصي انا كنت عايزه اكلمك بس شفتك كتير مع احمد. انا مش عم بقول شفتك مع بيسو عادي. مع بيسو وانا معجب بيكي يا بتاع زمان فينك. ايه يا حبيبي في ايه بابا؟ خلاص يا عم انا اتكلمت في ايه؟ لا باين انت قصدك. خلاص بقى ساكت بقى انت. طب ايه ده؟ طيب شايد نور معجب بيه ازاي؟ طبعا يعني معجب من يعني المعنى ايه؟ المعنى خلاص بحبك بقى وجوده. المعنى اني عايز ارتبط بيك يا بتاع زمان فينك يا بتاع زمان. خلاص طيب فين المبدأ؟ والله فين المبدأ لك يا عم؟ والله انت عيل بنت يا عم، انت عيل بارد. انت ايه ده؟ انت مش عارف كده. انا طب خلاص انت مروق غلط عشان ما تغلطش. والله سلام يا حبيبي. انا مروق يا عم اهو ماشي. طيب النار يا نتبت نحب بعض كده يعني. ايوه موافقة ولا هتبقي مع هتفضلي مع احمد؟ ايه ده بجد يا ابني؟ مش مصدق يا ابني. ايوه بجد انتي سحرتيني. انتي فرس على بوك. انت مش مصدق احسن جايب صح؟ قول لي بس احسن جايب. الله يخليك. هو شكله بطل ضحك. ايوه احمد ها الله. هنروح نلبس دبل بقى فاهم؟ خلاص كده الموضوع ده كلام كبير قوي. قلبي صغير لا يتحمل. انا قلبك. تحبي نتقابل قريب؟ قبله فين يا حبيبي؟ سيبني اظبط المقلب. سيبني اظبط المقلب. تحب اجيبها لك ونقابلها وخليك موجود؟ خلاص انت عايز تديني بصراحه. انت عايز تديني خلاص. خلاص يا اسطى خلاص. انت عايز تديني. يا جماعه خلاص كده الكلام خلصان. طب مش انت انا هخلص عليك دلوقتي يا قمر؟ مرتبط يا سيدي. دي اشياء دي يا رب حبيبتك تشوف الفيديو يا رب. دي اشياء السوشيال. السوشيال انا هشلشلك يا بتاع زمان فينك يا بتاع زمان. انت اللي عليكي العين. انا خدت الضربه بجد. خلاص اقرب ناس في حياتي. خلاص ربنا يعمل ايه؟ خلاص والله خلاص والله ما تضايقنيش. خلاص بقى يا عم خلاص ما تضايقنيش يا عم. خلاص طيب خلاص بس ما تضايقنيش. خلاص بقى مش عشان فيديو خلاص عادي. اختار الناس يا عم. انا فارق معايا اصلا. بس عيد نور يا ام والله. يا عيد نور والله. ما عنديش اكتر من البنات. حاجه ثانيه ممكن اصدقها. ريكورد بقى جميل. بصي وانا فكرت كتير قبل ما كلمتك وكده، بس بجد انا معجب بيكي وعايز ارتبط بيكي. تمام حتى لو الريكورد ده هتسمعيه لاحمد هيشوفه مش هيشوفه عادي مش فارقه معايا. انا قلت اللي عندي برضو وانتي حره. عايزه تبقي معايا ماشي، عايزه تبقي مع احمد وزي ما انتي مع بيسو عادي برضو حاجه ترجع لك. فانا عايز اعرف ردك دلوقتي. دي الحسمه دي دي البوم بوم. دي البوم انا بندمك. يا خساره. طلعت شاط يا اخويا.
رمضان بقيت طبعا مسحه حاجه كويسه فيها حتى دول عمر يا جدعان والله بجيب كوبايه ميه واحطها على سرعه على دماغك طب اقعد ساكت بقى قلت لك بقى تقفل معايا دي شبشب اصلا انت شبشب والله شايف الشبشب ده خلاص والله انضف منها خلاص يا عيش طيب احمد نعمل فيه ايه طيب اقتلوني والله انا عندي خطه بقى زي جوله فيلم الاجنبي ممكن يزعل لما يعرف شكلها بتهودك اصلا ممكن لو كلمتك اكيد بتهودني طب شوف تليفونك دي حاجه انا هي احمد وكده انا ما اعرفش بقى حاجه ترجع لي بس اخلعي منه اخلعي منه انا هخلعك دلوقتي بص بقى عشان الحوار ده اجيب لك نقفل الكلام ايوه نتقابل بكره انا وانت بس والله انا هجيب لك الاسماك كمان لو عايز انت بس على طبعا فكره طبعا عندي فكره بره الصندوق اوه بحب انا الاوت بوكس اصحى قولي اوت بوكس ده انا هعملك اول اسال عليك محتاجين بس الناس الناس يا جماعه بصوا انا قلت له وهو ما صدقنيش فكنت عارف ان كل ده هيحصل وانا حذرته ف يا عمي ولا والله ولا فرق معايا يا شبشب يا ابني هتقول لي هتقول لي والله يا شبشب ابقى خليها ابعت لك الكورد دلوقتي والله شبشب ما تضايقناش بقى عشان ما زعلش احمد ممكن اتكلمه عادي بس انا وانت نخرج من تحت الطاولة ارتسون يعني حلوين دول فاهم طب انا مركز ثلاثه بس مظبوط عندي ولا ولا محتاج اتزبط عشان ما اركش بالدماغ اشتغل صانه اشتغل صانه طب مفيش كلمه حلوه بقى طب كلمه طب كلمتين طب جربت ولا بعت صورتك مش هتبعتها وانا عارف سيب كل ده بتهودك على فكره طب لو بعت صورتي طب جرب لو بعت صورتي خلاص بقى فاهم انت خسرت الرهان تمام والحوار خلصان الصوره ده هي مش صورته انت بعتها قبل لا هي ولا انا جايب واحده من الشارع هي ولا واحده من الشارع دي صورتها صح خلصانه كده اقفل بس ما تشيل ام الفيديو خلصانه اقفل بس طب خلاص طب يقفلوا خلاص نكمل الاخر عشان الناس عشان تقول لهم مش هيلعب في المونتاج كتير خلاص والله انا يا حوار لا بس قلبي دلوقتي في الصوره لسه بقول لك كلمه حلوه اديتني كل حاجه حلوه لسه بقول لك قول لها على فكره انا بحب من زمان بس مكسوف اقول لك يا بتاع زمان فينك يا بتاع زمان وايه بقى خلاص كده خلاص اسافر الفيديو نروح نعمل خطوبه بقى النهارده خلاص اقفل الفيديو ده خلاص بقى اقفل الفيديو ده عشان ما كسرش التليفون طب روق خلاص والله طب هتسمع اللي بعت لنا فويس طيب عايز تبعت لها فويس اه طيب والله ان ده مقلب ولا لا لا هات بس انا بعت لها فويس بعد اذنك هات بقى على اذنك بعد اذنك شكلي وحش قوي ده بعد اذنك بقى سامحيني سامحيني على فكره اللي كان بيكلمك ده صاحبي تمام وانت اساسا شبشب والله العظيم ولا فرقه معايا طلعتي بنت شقط اصلا وانا كنت فاكرك فعلا بنت اصيله بس انت طلعتي بنت دين كلب فاهمه وما عايز توعدك وانا بصي مش عايز اقول لك انا هعملك بلوك لا انا هشيلك من حياتي خالص اصلا انا مش عايز اعرفك تاني تمام واحلى بلوك وده صاحبي اصلا وعمره ما هيخوني او عمره ما يقدر بيا يلا يا شقط يا شبشب لا بلوك انا كمان بقى فاهم ومسح رقمها لا استنى ما ترد يا اسطى خليها تشوف الفويس خليها تسمع هي بتسمعه شوف هترد ولا لا اتصدم ايوه انت خدت الصدمه بقى ماشي وعايز اقول لك اللي ده اساسا كل الكلام ده كله متصور على اليوتيوب وهينزل وهتتفتحي عشان تبقي عارفه بس عشان انت شبشب والله يا بنتي انت ما فرق معايا انت شبشب انا عندي البنات كلها اصلا عندي بنات بعدد شعر راسك وانت طلعتي شبشب ويلا غرف ده يا احلى بلوك املا بلوك يا عم املا بلوك طيب خلاص املا بلوك طيب خلاص بس انا مش هنزل صوره في الفيديو طب ماشي املا بلوك ماشي اه يا عم خلاص قلت لها بلوك احلى بلوك بس تقول في 60,000 ده بصوا يا جماعه شفتوا الفيديو من اخره تمام ما لقيتش في اي حاجه والمقلب ده ما كانش متخطط له نهائي عشان ما حدش يقول المقلب كان متخطط له والله العظيم كله حصل قدامكم مره واحده انا عارف طبعا ان احمد دلوقتي فاهم ممكن يكون عايز يولع فيا بس انا طبعا مستحيل يا عم انت ذنبك ايه واحده شبشب اصلا يا ابني مش فارقه معايا اصلا واحده شقطه كويس والله يا جماعه اللي هي طلعت كده لان اللي انا مثلا عرفت اللي هي كده والحمد لله احنا في الاول يعني الحمد لله انا عملت الاختبار ده عشان خاطر اختبرها اشوف لو فين هي اصيله ولا لا بس وفرقت
شبشب. بصوا طبعا والله العظيم شبشبي ده انضف منها. وعايز اقول لك لو انت بتشوف الفيديو ده انت شبشب. بصي انا طبعا ما ينفعش احط صورك في الفيديو خالص تمام، عشان ما ينفعش اعمل حاجه زي كده. صورك مش هتبقى موجوده في الفيديو تمام، لو انت بتشوف الفيديو صورك مش هتبقى موجوده فيه. ولا حتى يعني هعرف اي حد في شات انت مين تمام، محدش يعرف انت مين. لا بس هي يا اسطى حقها ليها تتفتح. هو ما ينفعش طبعا نعمل حاجه زي كده، ما ينفعش ننزل صور بنات. ف مفيش صور. عايز بس اوجه لها كلمتين، اوجه لها كلمتين. خلاص الكلمه دي وانت تقول اللي انت عايزه في الفيديو. صورك مش هتنزل تمام، ومفيش حاجه هتنزل في مفيش حاجه هتنزل من صورك خالص في الشات، ولا باين حتى الصور اللي انت بعتيها تمام. يعني انا ما كنتش عايز اعرف اي حاجه والله في المونتاج، بس عشان ما ينفعش فانا مش يعني مش هحب حاجه زي كده. ما ينفعش حاجه زي كده تحصل. فمش هنزل اي صوره فاهمه ليكي، ولا حتى باين صورتك في الشات من فوق خالص. قول بقى اللي انت عايز تقوله عشان نقفل الفيديو. صلى على النبي واحد اللي في قلبك. ترى واحده يجي مكانها ميه يا بنتي. انا عايز اقول لك اللي انت والله ما فارقه معايا مش بجنيه، بشيلين هاتوا معايا يا جدعان، بشيلين هاتوا معايا، بقول لك بشيلين هاتوا معايا. طبعا يا جماعه يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت كل بيشوف الفيديو ده يعمل لايك. عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات، اكبر عدد من اللايكات. انا المره اللي فاتت قلت 10000 ووصلت 10000 عادي. ان شاء الله عايزين ده يوصل 20000 لايك. لا 20000 لايك قليل قليل. طب خلاص ربنا يسهل اللي يجيبه ربنا كويس تمام. عشان نطلب على نسيب عليكم انتوا، بس انا عارف انتوا هتقدروا التعب. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، واكتبوا لنا تحت في الكومنتات بقى افكار ثانيه. شوفوا انتوا عايزين مقالب ازاي، وانا هعمل لكم بعد كده. انا هقلل الابراج الفتره الجايه واشتغل على المقالب شويه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك، واللي لسه اول مره يشوفني يعمل سبسكرايب للقناه. واستنوا هتلاقوا اللينك بتاع الصفحه بتاع هسيب لكم اللينك بتاع قناه بيسو تحت في البايو. يا ريت كله يعمل له سبسكرايب عشان خاطر بقى مقالب بقى وشغل. بص هتموت ان هو ناوي يرد لي المقلب ويعمل فيها مقلب تاني. فالحوار هيبقى بوظان. بحبكم، استنوا بكل جديد. يلا باي.